أول شيء أنا محمود نواجعة، طالب في مدرسة تواني، بعيد المدرسة حوالي 4 كيلو بدون سابق إنذار أو أي شيء. دخلت الجرافات طبعاً، دخلت قوة كبيرة من جيش الاحتلال على هذه المنطقة. عادي كان عادة كانوا يضعون إخطارات فقط أو إخطارين، بالإضافة إلى أن نذهب لمحاكم لمنطقة عصيون مقدم محامي طبعا. اليوم في خلال الحصة الثالثة أنا كنت في المدرسة، في مدرسة تواني طبعا، كانت فترة الاستراحة بين الحصة الثالثة والرابعة، فأنا طلعت بدي أصل هون، فأحد الأصدقاء الناشطين من قرية تواني تكلم معي أنه في آليات هدم دخلت على جوية كبيرة، فأنا حتى يعني ما تحملت هاي اللحظة، أنه كمان كتبي أو القرطاسية الخاصة بي ظلت على الطاولة، ظلت في الصف، وحيد من دول الطلاب جيت أنا، فجيت من منطقة تواني انت شايفينها هنا على المنطقة هاي. لما وصلنا هاي بيت هذا مكون طبعا من طابق ونصف لأخ عمره 38 سنة. طبعا الأخ هذا موظف في دائرة أو وزارة الصحة في مشفى المحتسب، عمره حوالي 38 سنة، أتم خطبته قبل 3 سنين، وكان له أخ. طبعا البيت كان مقسوم له لأخوه عرفات حسين الجمل. عرفات الله يرحمه توفى بحادث عمل في شهر 2. بقي الأخ للأخ اسماعيل. طبعا اسماعيل موظف في دائرة، راتب المعاش أو المعاش الشهري بحدود 1800-2000 شيكل. طبعا ألمت بنا هذه الحادثة جميعا. طبعا احتاج ثلاث سنوات بالإضافة إلى شيكات وتقديم تبرعات طبعا لإنشاء هذا البيت. كان على وشك الزواج طبعا، فبدون سابق إنذار في لحظات مؤلمة ألمت بنا جميعا قادموا إلى هذا البيت فقاموا بهدمه جميعا. لم يتبقى لهم سوى هذه، حسب ما تشاهدون تبقت لهم ما يسمى عريشة أو غرفة، هذه التي تبقت لهم. طبعا البيت مكون تقريبا 10 أفراد، 2 متزوجين في يط البلد، وتبقوا هذول الإخوة 8 أخوات وأخ وحيد بالنسبة لهم. هذه الصغيرة ما قصتها؟ تسكن في هذا المنزل أيضا معكم؟ نعم، كانت تسكن في هذا المنزل معنا. طبعا احنا كنا بدنا نسكن في هذا المنزل، بالنسبة للاحتلال طبعا، والأخ الأكبر إلي أنه كان يتزوج بعد معاناة استمرت 38 سنة، كان يضع درهما على درهم، قرشا على قرشا، ليحاول فقط تأهيل هذا البيت. فبدون أي سابق إنذار استمر هذا البيت هدمه 3 ساعات، بينما استمر بناؤه حوالي 3 سنين. تضيعوا أمال صاحب البيت، ضيعوا أمالنا جميعا في أنه فقط 3 ساعات، في 3 ساعات هذا البيت قام بإنهاره دامت 3 سنين لبناء هذا البيت حجراً على حجر. هذا الواقع.